إذا كما قلت في بداية النشرة، يشرفنا بالحضور في نشرة الليلة سيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة. سيدي رئيس الحكومة، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار. مرحبا بك. إذا غدا موعد هام ينتظره الناخبون التونسيون. بداية، كيف جرت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بعد النجاح في تنظيم الانتخابات التشريعية؟ ونبدأ بالاستعدادات اللوجستية. احنا اليوم على اتم الاستعداد ان شاء الله باش تكون انتخابات ناجحه، الانتخابات الرئاسيه. بطبيعه الحال الاستعدادات هذه يعني بديناها من منذ شهور، خدمناها بتخطيط ومنهجيه، بديناها بتوفير المناخات وكذلك يعني المناخات الامنيه وكذلك التنظيم اللوجستي. كان فيه تنسيق كبير مع الهيئه العليا المستقله للانتخابات، يعني يومي مع جميع الادارات بطريقه مفتوحه، وكنا كل ما تعرضنا مشكله يعني نتعاملوا معها بايجابيه مع بعضنا. الحمد لله يعني تعدت الانتخابات التشريعيه بسلام وتنظيم محكم بشهاده يعني الخبراء في مستوى يعني عالمي. اليوم أخذنا الانتخابات هذه وشفنا بعض النقائص وبعض الملاحظات وحاولنا نتلافوها، وكانت لي اليوم فرصة لزيارة ميدانية وشفت لي حقيقة على الأرض فيه تقدم كبير. إن شاء الله اليوم احنا متهيئين جاهزين في جميع المجالات اللوجستية الأمنية. نعم. التنظيمية. وبما أنكم ذكرتم المستوى الأمني، كيف تبدو الاستعدادات مع حديث وزارتي الدفاع والداخلية في الفترة الماضية عن تهديدات جدية تستهدف العملية أو قد تستهدف العملية الانتخابية؟ يعني هذا منذ مدة عارفين اللي فيه استهداف كبير للعملية هذه، لأنه يعني الجماعات هذه ما تحبش الاستقرار للبلاد، ما تحبش التجربة هذه تنجح، لأنها زاد فتحت أمل للمنطقة. ولكن احنا تهيأنا لها منذ شهور، وكما شفتوا في الأسابيع القليلة قمنا بعديد من العمليات الاستباقية. إن شاء الله غدوة تتعدى الأمور على أحسن ما يرام، يعني على يقظة، على تهيئة، في خطة أمنية كاملة جاهزة تضم كل التراب التونسي، يعني تصورنا كل الحالات حتى الحالات القصوى. إن شاء الله فما كان الخير، ولكن يقظين ومتهيئين. نحب نطمن التوانسة الكل على أنهم إن شاء الله غدوة تكون مناخات متوفرة أمنية تنظيمية باش يؤدي واجبهم وحقهم في أحسن الظروف. طيب، أترك لكم المجال سيدي رئيس الحكومة لتتوجهوا ربما برسالة ما إلى الشعب التونسي. أنا نحب نقول لليوم هذا نعيش في يوم تاريخي. الحكومة الفترة هذه أولوياتها هي إنهاء المسار الانتقالي هذايا بتتويج بانتخابات شفافة ونزيهة ومنظمة. غدوة باش ندخل في المرحلة الثانية اللي هي الانتخابات الرئاسية، اللي هي سابقة تاريخية، يوم تاريخي في تونس. فدعوة لكل التونسيين أنهم يجدوا رسالتهم اللي اعطوها في التشريعية، اللي كانت رسالة طيبة، رسالة لكل من يضمر الشر لهالبلاد أنهم ساهموا كثافة، ساهموا كثافة وباطمئنان وحضارية. رسالة زادة صورة جميلة اللي اعطاوها لتونس، كانوا أحسن السفراء بانتظامهم، بصبرهم، بإقبالهم على كثافة. فإن شاء الله نجدوا الموعد بكثافة، ودعوة خاصة للشباب حتى ينتخب، لأنه الشباب يعني ساهم في هالتغيير هذا، في الثورة هذه في بداية الربيع التونسي. إن شاء الله يساهم كثافة، لأنه يلزمه يمارس حقه وواجبه، وواجبه أيضا للاختيار وللمراقبة وغدا للمحاسبة. وبالعمل هذا الشباب يلزموا شوية صبر، يلزموا شوية مثابرة. أنا نطمن التوانسة كونه بالحق قاعدين بظروف صعبة، ولكن قاعدين نخرج منها. مازالت أمامنا بعض التحديات بالعمل، بالمثابرة، بالالتزام. إن شاء الله مستقبل تونس واعد، ومستقبل تونس يبنيه شباب ونساء ورجال. نعم، شكرا لكم سيدي رئيس الحكومة المؤقتة على حضوركم معنا في الأستوديو.